نسعد بأن يكون معنا في هذه المساحة عبر الهاتف السيد محمد عبد الله حارب الفلاحي، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال. مساك الله بالخير وحياك الله. مساء الخير. بالخير والنور، الله يحييك ويبجيك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. طبعا بداية، الدعم متواصل يحظى به هذا الحدث من قبل القيادة الرشيدة، لو تحدثنا عن هذا الدعم وسببه وأيضا سبب الحب الكبير لهذه الرياضة. في بداية الأمر خلني أنا أنتهز الفرصة هذه ومن منبركم هذا أن أتقدم إلى سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم به الشكر الجزيل لدعمه السخي لهذه النسخة من البطولة. مثل ما أنتم عارفين، سباق القفال سباق له رونقه الخاص ولها عمرها الخاص. نتكلم نحن اليوم عن 32 سنة من إقامة هذا السباق من شواطئ جزيرة الصير إلى شواطئ إمارة دبي. والحمد لله، يعني 32 سنة ابتداء السباق تحت رعاية سامية من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وانتقلت الرعاية إلى سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد. والمنتسبين الموجودين والجمهور الكريم كله على شغف بحضور والمشاركة في هذا السباق. جميل. نعم طبعا أستاذ محمد، 31 نسخة مضت منذ عام 1991 ودورة جديدة بعد أيام، ماذا يعني هذا السباق لأهل الإمارات؟ هذه دلالة على بعد النظر الموجودة عند قيادتنا الرشيدة باستلهام الأحداث الرياضية التي تخدم المجتمع المحلي. إذا لا ننسى نحن سباقات الشراعية السفن 60 قدم هي مستنبطة من تاريخنا ومن تراثنا، فتخليدا لهذه التراث المحلي استحدثت هذه الرياضة واستحدثت هذه الأفكار بهذه الفعاليات. ولكن الشيء الجميل ياسين، احنا نتمسى في هذه البطولة بعد الفترة هذه التناقل اللي صارت بين الرعيد الأول اللي هم المشاركين الأساسيين في هذه البطولة إلى الأجيال الجديدة والقادمة، فانتقلت من إلى وترسخت هذه في أذهان شبابنا الموجودين اليوم، المشاركين المنظمين كلهم من الشباب، يعني حتى الراعي يعني الله يطول بعمره من الشباب كذلك. صحيح. طبعا سباق بمثل هذا الحجم وهذا العدد الكبير من المشاركين، كيف تستعدون كلجنة منظمة على تأمين وسلامة ما يزيد عن 3000 فرد وأيضا كمية كبيرة من المحامل التراثية اللي موجودة، كيف تقدرون تأمنون أجواء مناسبة لهذا العدد الكبير من المشاركين؟ طول في عمرك اليوم هذه الفعاليات إقامتها ونجاحها يتطلب جهد كبير من جهات داعمة لهذا الحدث. اليوم شركاءنا الاستراتيجيين اللي شاركونا في إقامة سباق القفال هم اللاعب الرئيسي في هذا النجاح. نحن نشوف اليوم تعاضد كبير بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والجهات الإعلامية كذا في إنجاح هذا الحدث. التحضيرات دائما تستهل باجتماع تنويري واجتماع مع الشركاء لطرح جميع النقاط والحديث في النقاط اللي واجهناها، خلينا نقول المشاكل اللي واجهناها في النسخة السابقة وتحسينها وتبديلها للنسخة القادمة. مثل ما أنتم عارفين يعني عمر السباق هذا تقريبا 32 سنة، اليوم مرينا على جميع أنواع المواقف والتحديات وانحلت بجهد الأخوان الموجودين معنا في هذا التنظيم، فالنجاح عائد للجميع بصراحة. نعم طبعا أكيد. في موضوع مهم بعد اللي هو موضوع التحديات مثل ما ذكرت، موضوع الأحوال الجوية اللي ممكن أنها تصير خلال هذه السباقات، كيف تقدرون تتعاملون مع المشاكل اللي تصير، مثلا التغييرات الجو المفاجئة، كيف تقدرون تتعاملون وياها؟ هو شوفي، العامل الرئيسي في إقامة أو عدم إقامة السباق هو عامل الجو والأرصاد الجوية، لكن اليوم نحن وصلنا من النضج ما يكفي بأن يكون فيه فريق عمل متعاون بين اللجان التنظيمية والمتسابق. اليوم المتسابق هو العامل الرئيسي في هذه البطولة،
وكذلك توجيهات القيادة الرشيدة لنا وإلى اللجان التنظيمية بأن سلامة المتسابقين هو العامل الرئيسي. فنحن دائما نشارك المتسابقين في أخذ القرار، وإذا تطلب ذلك باجتماعات مسبقة قبل الحدث لطرح المواضيع مع المتسابقين والتشاور معهم. ونطلع بأفكار ملائمة لهم. يعني بعطيك أحد المثال، في سباق النسخة الأخيرة كان في تشاور بين المتسابقين بتغيير موعد الانطلاقة من الساعة 6:30 صباحا إلى الساعة 8، ومؤدى إلى نجاح البطولة بشكل كبير، وهذا شيء يدل على التعاون الكبير اللي موجود بين المتسابقين واللجان التنظيمية. جميل. طبعا أكيد الأنظار تتركز في المنافسة الساخنة في عرض مياه الخليج. طبعا لو نشوف أن المشاركين والجمهور كل واحد في همه، الناس اللي تكون في البحر يتنافسون، وأيضا اللي يكون يخاير ولا يكون يشوف البوية، وأيضا في نشاطات أخرى، هل بتكون نشاطات موجودة للجمهور المرابط في الشواطئ أساس أنه يستمتع بعد في المسابقات؟ نحن دائما نحضر للحدث هذا بطريقة جدا جميلة، منها الفعاليات المصاحبة اللي بتكون في شواطئ إمارة دبي، كذلك التحضير المسبق بالمهرجانات والفوازير اللي تطرح عن طريق الجهات الإعلامية اللي تنشط الأفكار وتنشط المعلومات العامة في سباق القفار. كذلك اليوم نقلنا موقع القرية اللي بتكون موجودة على شواطئ دبي إلى شواطئ جنيرة اللي هي دائما مزدحمة بالجمهور، على أساس يكونون في نص الحدث ونكون معاهم بعد في الأحداث. لا تنسى أن اليوم سباق الصير هو سباق طويل المدى، يعني صعب أنك أنت تنقل الجمهور إلى الحدث اللي يبتدي ما يقارب عنك 60 ميل بحري، لكن الجهات الإعلامية شاقين جهدهم ينقلون السباق نقل حي من أول النهار إلى خط النهاية، والجمهور يتابعنا عبر الأثير وعبر الشاشات الموجودة. نعم. جميل جدا أن الكل مستمتع، سواء اللي على البحر واللي داخل البحر. طبعا كل الشكر لك السيد محمد عبد الله حارب الفلاحي، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال. شكرا لك على تواجدك معنا، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بالنسخة القادمة.